أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة JS4Wi. أرحب بكم بالدرس الثاني عشر من الدورة المجانية لتعلم RGS بثلاثة مراحل، واللي راح نتعلم فيها أمور متقدمة في الرسم وفي التعامل مع الطبقات اللي تم إنشائها. أولا أن الأتريبيوت تيبل على الطبقات الموجودة في التيبل أوف كونتنتس، رايت كليك أوبن أتريبيوت تيبل. هذا الجدول أو البيانات اللي تم إدخالها بعد رسم الظواهر أو الفيتشرز. ايضا راح نتعرف على شريط من شريط التول بار سبيشال ادجستمنت. ايضا راح نتعرف على شريط الادوات ادفانس اديتنج اوبن اتريبيوت تيبل. مقصود في جدول البيانات اللي تم ادخاله على الفيتشر اللي تم رسمهم. طبعا اي شيء او اي اداه موجوده في التيبل لنشاهدها أمامنا نقدر نتحكم في الداتا أو في البيانات تم إدخالها. عندنا هاي الأداة Table Options نقدر نشوف عدة أدوات وعدة خيارات وعدة أمور بتفيدنا بكثير شغلات. أول إشي في عنا أداة البحث والريبليس. طبعا نقدر نبحث أي رقم أو أي كتابة موجودة في الأتريبيوت تيبل، مثلا رقم 16 بضلل عليه، رقم مثلا 20 بضلل عليه. ايضا ريبليس نقدر نحكي له انه مثلا وين في رقم 16 استبدله برقم 10 بعديها على ريبليس او ريبليس اول. الريبليس الاولى بغير بس فقط حقل واحد او صف واحد، والريبليس الاول بغير جميع الصفوف او الاعمده. ايضا عندنا select by attributes، من خلالها نقدر نحدد على فيتشرز معينه بناء على الاستعلام. مثلا بدنا نعمل تحديد او بدنا نختار جميع الشوارع اللي عرضها مثلا 8 متر. عندنا 8 متر موجود في الحقل roads meters، نقص عليها دبل كليك بعديها يساوي get unique values نختار 8 متر apply. عندنا البرنامج اخترنا جميع الشوارع اللي عرضهم 8 متر. الأداة اللي بعدها هي clear selection، يعمل clear للتحديد. عندنا switch selection اللي هي مقصود فيها انه عكس التحديد. مثلا احنا انا عامل هاي select وعلى هاي select وهذا select، انا عامل هون 3 select من 52، لما اكبس على switch بصير عندنا 49. هذا المقصود بهاي الاداة اللي هي ايضا موجودة هون. طبعا الادوات اللي موجودة هون نفسها بتكون موجودة في المنطقة هاي، ممكن ايضا تكون موجودة في مناطق اخرى، لكن احنا الان راح يتم الشرح فقط على الاتريبيوت تيبل. عندنا سيلكت اول، نعمل سيلكت اول لجميع الظواهر او الفيتشرز. عندنا اد فيلد، طبعا الاد فيلد لما نعمل ستوب اديتنج نقدر احنا هون نضيف الفيلد. عندنا تيرن اول فيلدز اون، يعني مثلا احنا عندنا هذا الحقل عملنا له اخفاء، نقدر من هون نظهر جميع الحقول اللي نعمل لهم اخفاء. ايضا عندنا نقدر اليوزر نيم او الاسم المستعار للفيلد. مثلا عندنا نقدر نغير بهذا البروبرتيز نسميه مثلا عرض الشارع، هون احنا عملنا اسم مستعار لهذا الحقل. نقدر انه لما نشيل اشارة التك تظهر الاسماء الاصلية تبع الحقول. نرجع اشارة التك نرجع لاسم المستعار. ان هذا الخيار مقصود فيه في حال كنا فتحين اكثر من اتريبيوت لاكثر من طبقة. مثلا احنا فتحنا طبقة الشوارع، نفتح البارسل
بارسلز للشوارع. في عندنا هون طبقتين نقدر نتحكم بيناتهم ونمشي. هي مثلا بيلدينج نقدر نتحكم فيهم واحدة واحدة. عندنا طبقتين مفتوح الاتريبيوت تيبل لهم، نقدر من خلال هذا الخيار الاول يكون بيظهر لنا هذا الشكل للطبقات. اما الخيار الثاني نرجع زي اول، الخيار الثاني بشكل عرضي بيجي بشكل عرض. طبعا الزوايا الموجودة هون نقدر نتحكم فيهم. ايضا عندنا الخيار موجود في المنطقة هون والخيار الموجود عندنا في المنطقة هون. اول خيار مقصود فيه في حال مثلا احنا غيرنا عرض الحقل نقدر نرجع العرض الطبيعي، او مثلا اذا كنا مغيرين كيلو مواقع الحقول نقدر نستعيدهم بالشكل الطبيعي. اما بالنسبة للريليت والجوين راح نستخدم اولا الجوين. مثلا عندنا فيلد معين مشترك من طبقة اخرى وبدنا نضيف اعمدة اخرى. مثلا عندنا طبقة الرودز كمثلا. طبعا الجوينز والريليتس راح يتم شرحهم في دروس قادمة بالتفصيل، لكن بشكل سريع مثلا عندنا طبقة الرودز، عندنا الاوبجكت مثلا بنفسه في طبقة البارسل الاوبجكت فيهم ارقام مشتركة. بعدها اوكي ويظهر لنا جميع الفلدات او جميع الحقول المشتركة في الاوبجكت. فينا نقدر نحذف العملية من هذا الخيار. اما الريليتس مثلا نقدر نعمل نفس الطريقة، نعمل مثلا طبقة خلينا نروح على طبقة البارسلز نعملها ريليتس مع الشوارع. مثلا رقم القطع مع الأوبجكت الموجود في الشوارع. بعدها نروح على أداة الاستعلام الIdentify. مثلا عندنا الشارع أو عندنا القطعة رقم 9 هو بهذا الخيار بيظهر عندنا الرقم الأوبجكت للشوارع رقم 9. إذا عملنا له زوم تو هاي الشارع، هذا الشارع الأوبجكت فيه رقم 9 ربط مع القطعة رقم 9. طبعا هذا مثال سريع وغير عملي لكن لتسهيل التعلم على الريليتس والجوينز. نقدر طبعا نلغي اي اشي بنعمل له جوين او ريليتس. لغينا جميع اللي عملناه سريعا. اما بالنسبة لهذا الخيار المقصود فيه انه نقدر احنا نشاهد اعمدة واشكال هندسية بشكل سريع. مثلا عندنا الشوارع، عرض الشارع مع السبتايز. مثلا عندنا شوارع من 16 متر موجودة فقط، شارع واحد، أشكال هندسية. وأيضا راح يتم شرح هذه الأشكال بالتفصيل في الدروس القادمة. عندنا add table تليت، يعني التيبل الموجود عندنا هون مثلا على الروتس تيبل موجود هون نقدر نعمل له كوبي او تصوير عشان نعرضه في الـ out view بهاي الطريقة. هاي التيبل ظهر. لما نيجي نعمل او نخرج خرائط نقدر نستفيد من هاي الاداة. طبعا نقدر نحذفها من اداة edit delete. عندنا هذا الخيار، هذا في حال كنا كان اكثر من شخص بيشتغل على الداتا، خاصة في الداتابيس كونكشنز نقدر انه احنا نراجع او نلاحظ اي تعديل جديد صار. مجرد ما كبسنا على هذه الاداة
أي إدخال من شخص آخر نقدر نشاهد أي تعديل لإله. طبعا هذا عنا هون البرينت، ونقدر نعمل تقارير، ونقدر نعمل إكسبورت للتابل موجود عنا على عدة صيغ. مثلا نقدر نعمله على صيغ الإكسل، ملف إكسل، تابل نحوله لملف إكسل. عنا آخر إشي أو آخر خيار اللي هي الأوبشن للتابل. مثلا عندنا اللون الأزرق الفاتح واللون الأصفر. مثلا عندنا أنا عملت هون 11 فيتشر سيلكت، ورحنا على الخيار. طبعا في عندنا خيار نقدر احنا هون نشاهد فقط اللي عملنا لهم سيلكت، هون بنشاهد جميع اللايرات أو جميع عفوا بنشاهد جميع الفيتشر المعمول له سيلكت وغير معمول له سيلكت بهي الطريقة. مثلا من هذا الخيار بنشاهد فقط المعمول له سيلكت. عشان نعمل تحديد على اشي عاملين له تحديد بيظهر عنا باللون الاصفر. طبعا زي ما اتفقنا في الدروس السابقة، اي اشي بيتعلق في الاوبشنز يفضل انه يضل افتراضي زي ما هو موجود في البرنامج. اما بالنسبة لشريط الادوات سبيشال ادجستمنت، عنا بنقدر نختار طريقة التعديل، ممكن انه اي فيتشر معمولها سيلكت نعدل عليها او نختار طبقات معينة. الخيار الثاني انه كيف طرق التعديل، يفضل انه يكون الخيار الاول. اما الخيار الثالث والرابع، الرابع طبعا نقدر نفتح ويندو معينة، والخيار الثالث كمان شوي راح يتم شرحها. اما بالنسبة لخيار اللينكس، نقدر نفتح ملفات لينكس من برا، نقدر نحفظ اشي احنا اشتغلناه، نقدر نفتح كنترول بوينتس للروابط اللي راح يتم شرحها كمان شوي. اما بالنسبة للاتريبيوت، هذا المقصود فيها انه احنا مثلا المقصود فيها ان اتريبيوت في الشوارع اللي هو الرودز ميترز مش موجود في طبقة البوليجون، مش معبى نل. عشان نقدر نعبيه اول اشي نعرف الاتريبيوت، عندنا طبقة التصدير او اللي بتصدر الداتا اللي هي الرودز، اما طبقة الهدف اللي راح تاخذ الداتا او تاخذ البيانات اللي هي الرودز بوليجون. الحقل اللي راح يتم تصديره رودز ميترز، اختاره بهاي الطريقة. اوكي، بعدها بعد ما عرفنا التابل اللي راح يتم نقله، في عنا الأداة هاي نكبس على الشارع اللي بدنا ناخد منه البيانات الفيتشر او الطبقة اللي بدنا ناخد منها البيانات للطبقة الاخرى مباشرة. بنقول هون عندنا مثلا الخيار الشارع هذا انه هو النال، نكبس على الشارع بعدها على الطبقة اللي نعطيها الداتا هاي 8 مترز وبهاي الطريقة. اما بما يخص الروابط واللينكس، نعمل تست سريع، نرسم فيتشر معينة نعملها كات تصير جزئين، لان الجزء اللي فوق تم ازاحته مثلا. عشان نرجعه ونطبقه على الجزء الثاني، اول اشي نعمل له سيلكت، بعديها نختار من هاي الاداة نختار الزوايا المتشابهة بهاي الطريقة، بعدين تتفعل هاي الاداة ونضغط عليها بالطابة، او نقدر مثلا خلال هاي الاداة نختار مثلا هذا الضلع، نختار مثلا عندنا 15 سهم، وهذا الضلع على هذا الضلع 20 سهم مثلا تتفعل. اما بالنسبة لانه مثلا نرجع نعمل كمان مرة سريعا، بالنسبة للروابط نقدر هدول نعملهم سيف مثلا، نسيبهم مثلا نعمل ديليت، نقدر نستوردهم بهذه الطريقة.
لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على الـ RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.